تعال نبص للكلام ده من المفهوم. يعني احنا خدنا مواد متعدده، خدنا الكنترول، خدنا الالكترونكس از الكترونكس المنهج اللي انا شرحتها دي، خدنا النمذجه والمحاكاه، ماده اسمها النمذجه والمحاكاه، ان انا الفيزيكال كومبوننتس دي ازاي تتحول الى موديل لنموذج رياضي. فلازم اعرج او وانا اضاف لازم يكون عندك المفهوم مكتمل. يعني لو انا بتكلم الكترونكس العناصر بتشتغل ازاي، لو انا بتكلم نمذجه ومحاكاه يبقى الكلام ده ماتيكالي يتم ازاي، انت سؤال فمن الفلسفه اللي انا عايز اتكلم عنها. فلو بصينا لسؤال السؤال الموضوع دلوقتي، يعني انا بحاول اعكس اللي احنا خدناه ده، عايزين نفهمه بقى رياضيا معاك. فاقول لك مثلا كونسيدر زيرو اوردر هول بريسيدد، يعني مسبوقا بي، ده زيرو اوردر هول اللي احنا قلنا كان في ابسط صوره كان المكثف والبفر امبليفاير اللي احنا شرحناه. الجزء بتاع المسفت كان ستامبلا، الجزء بتاع الهولدر او الهولدنج مود كان اللي هو بالنسبه لنا الزيرو اوردر هولد، اللي هو كان عباره عن مكثف والبفر امبليفاير اللي احنا شرحناه توا في السيشن الاولاني من المحاضره بتاعتنا. فبيقول لك ان انا عندي كونسيدر زيرو اوردر هولد بريسيدد باي اسامبلر، اسامبلر ولا زيرو اوردر. بيقول لك ذا بلو فيجر شو ذا ام والاكس اوف تي، ده اللي هي الانالوج سيجنالز، اللي هي الاي جماعه الانالوج سيجنالز تو ذا سامبلر، اند ذا اوت اللي هو الاوف تي دي اللي هي الكونتيست سيجنالز. طبعا هنا ما بينهم وما شالش لا في السياق، لكن ما بينهم السامبل سيجنالز. احنا عندنا هيبقى عندنا الانالوج سيجنالز. طبعا احنا استعرضنا بقى الانواع الاربعه، اللي فينا ما حضرش يرجع للفيديو ان شاء الله رب العالمين في الايام اللي تكون مرفوع، ارجع للفيديو تشوفه، اللي هو الانالوج سيجنالز مفهومه ايه، سامبل سيجنال مفهومه ايه، كونتاز سيجنال مفهومه ايه. فبيطلب مني ان انا عايز فورمولا لشكل الانبوت. طبعا الفورمولا الرياضيه، عايز الكلام ده رياضيا تبني ازاي. فبقول لي اوبتين ذا اكسبريشن، اكسبريشن هي التعبير الرياضي، اوبتين ذا اكسبريشن فور واي اوف تي اند ذن اوبتين ذا ترانسفير فانكشن اوف ذا زيرو اوردر. الكلام ده عشان نفهمه تعالى نرجع تاني للسيج اللي احنا قلناه رياضي، يعني اللي احنا قلناه وفهمناه او مفترض ان احنا ننزعه من احنا فهمناه نسيبه تاني رياضي. انا كان بيقول لي ان انا عندي هبص لها من مفهوم الموديليشن بقى، مفهوم ايه يا جماعه الموديليشن؟ كان عندنا هنا اللي هي ترين اوف بالس او بالس ترين جنريتور، من لحظات كنا بنتكلم ان السامبلر بتاعي، السامبلر ده هو عشان يشتغل يشتغل ازاي؟ مش كده؟ كنا شرحنا من تون، كنا بنقول ان انا يبقى عندي موسفيت عشان يبقى الكترونيك سويتش، وكنت بدخل على الجيت ترين اوف بالس، مش لسه كنت قايل الكلام ده من شويه؟ يبقى انا لازم يبقى الموديليشنز بتاعتي يبقى هنا هيبقى عندي ده اللي هو لازم يبقى في عندي موديليتور او بالس ترين جنريتور، اللي هو المفترض فيه انه يولد لي السامبل فيريانس بتاعتي اللي هي البلصات اللي بالشكل ده. عن سؤال دي سنيها وليكن بي اوف تي، طبعا هنا علشان تي مش كونتينوس، يعني هنا اللي هي البي اوف كي تي. سؤالنا هنا ده اللي هي عن تي الاثنين تي ثلاثة تي يريد سي كي تي. نظر الشباب، فهنا دي اللي هي بالس ترين جنريتور هيولد لي السيجنالز دي. السيجنالز دي عباره عن ايه اللي احنا عايزين نبص لها رياضيا؟ عباره عن اليونت امبالس. ايه اليونت امبالس دي يا دكتور؟ اليونت امبالس دي يعني فور اكزامبل لو انا عايز اشرحها على جنب كده لوحدها، اليونت امبالس عندي هنا فيري هاي فاليوز وليكن جاما، وفي ديوريشن فيري سمول ديوريشن اللي هي واحد على جنب. لو بنتكلم عن الاريا اللي هي الذي بعمل لها تكامل اللي هي المساحه تحت المنحنى اللي هي الجاما في واحد على جاما اللي هي بكام؟ واحد، بنسميها اليونت امبالس. السيجنالز لما تنضرب في سيجنال زيها ما بتغيرش في الامبليتيود بتاع السيجنالز لان قوتها بكام؟ بواحد، واللابلاس ترانسفورم لها بواحد،
واللابلاس ترانسفورم بتاعها بكام؟ واحد. اللي انا بسميها سيجما اوف تي، اللي بسميها كده معايا. بس السيجما اوف تي دي انا عند الانيشال تايم، بس انت لو تلاحظ ان هي مش معروفه على كل التايم، فبقول ان دي عباره عن سيجما اوف تي، دي بقول ان هي سيجنالز ثانيه من سيجما اوف تي، لا ده سيجنال اوف تي بس ديليت باي تي عن السيجنالز الاصليه، جت متاخره. ديليت ازاي؟ المفروض تبقى بوست. لا هي جت الاول ولا جت متاخر؟ جت متاخره، يبقى من نيجاتيف ولا بالبوست؟ من نيجاتيف. الفتره الزمنيه كانت رايحه كام؟ تي، اللي هي السامبل بيريود، السامبل تايم. معايا؟ اللي بعدها بقول ان هي عباره عن برضه سيجنال سيجما اوف تي ولا سيجما اوف تي ماينس 2 تي. كابتن السيجنالز دي لما اجي اشرحها هقول ان هي بكام؟ لسه شرحها لك؟ ها؟ سيجما اوف تي ماينس 2 تي. تي كابتن طبعا. يبقى دي هتبقى المفترض ان هي ديليد عن الانيشال سيجنالز اللي هي معروفه عند الزيرو. معايا؟ تبقى ماينس 2 تي. هكذا الاخيره لو افترضنا ان هي عند كي تي يبقى سيجما اوف تي ماينس كي تي. لسه حيث ان تي اللي هي السامبلنج انترفل او السامبلنج بيريود. سامبلنج انترفل او السامبلنج ايه يا جماعه؟ يبقى المفترض ان احنا بعد ما عرفنا الكلام ده يبقى المفترض ان البي اوف تي دي هتخش على بالس موديليتور او بالس موديليتور ايه البالس موديليتور ده يا دكتور؟ ده اي عمليه ما بين تو سيجنالز بنسميها موديليشن. فاكرين انتوا اللي اخدتوا الماده دي في مش بتطوروا حاجه في الداتا كوميونيكيشن او حاجه زي كده؟ لسه ترجمه. يبقى انا عندنا ده موديليتور، فانا عامل عمليه ضرب. يعني انا عشان اعمل سامبلنج اللي بيحصل ان الانالوج سيجنالز بضربها بشكل او باخر في البالس ترين الترين بالس ده وصف بالس دي بحيث ان الناتج بتاعي يبقى سامبلد. صح الكلام؟ يبقى اذا هنا ده عندي بالس موديليشنز او موديليتور هيضرب في الانالوج سيجنالز بتاعتي اللي احنا سميناها وليكن الفي انبوت اوف تي، هو سميها هنا الاكس اوف تي، هنسميها بالمسمى اللي هو المفترض ان اللي هيطلع هنا اللي هي السامبلنج السامبلنج سيجنالز بتاعتي اللي هو خارج الموديليتور المفروض اللي هي السامبلنج سيجنالز بمعنى اخر. يعني لو انا عندي كده سيجنالز بتاعتي كده دي الان السيجنالز اللي هي اكس اوف تي طبعا ديفاين كونتينوس رينج اوف تايم ويز كونتينوس رينج اوف امبليتيود، يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ انالوج سيجنالز. دخلت على موديليتور طبعا هنا هيكون هنا السامبلنج سيجنالز بتاعتي اللي هي كانت هتبقى شكلها كده يا شباب. طبعا هنا انا هفترض ان 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 الجامعة دي فيري فيري سمول تايم، انا بتكلم في حوالي اراوند افيو مايكرو سكند، فهتبقى انستنس. فاهمين قصدي يا جماعه؟ اللي انا هقسمها بالشكل ده نفس السيجنالز اهي، صح الكلام؟ بس مش هتبقى كده، هتبقى سيجنالز بالشكل ده عند الانيشال فاليو بتاعتي اللي هي عند تي بيساوي زيرو. هذه القيمة عند ايه يا جماعة؟ رد عليا، عند تي. هذه القيمة عند الاثنين تي وهكذا لغاية ما نوصل عند التي. دي بالنسبة لي هي السامبل سيجنال. السامبل دي يا جماعة سيجنال، صح الكلام؟ دي اللي هي السامبل سيجنال. فهنا دي مرحلة أول مرحلة في مرحلة التحويل ده اللي هي الجزء ده. ده شرحناه فيزيكالي عبارة عن موسفيت وبالس جنريتور، واخد بالك؟
فده اللي هو بالنسبه لي هنا مرحله السامبلينج اللي هو الصبغه. الرياضيين انا عايز ابص للسامبلينج هو بيقول لي اوبتين ذا سامبلينج اكسبريشن للسامبلينج سيجنالز. يبقى اذا السامبلينج سيجنالز بتاعتي دي لو احنا بنتكلم عندي الكلام ده هيبقى السامبلينج سيجنال اللي هي بتاعتي اكس ستار تي. المفترض هتبقى عندي لو افترضنا ان دي قيمه السيجنال عند الاكس زيرو اللي هي القراءة دي صح كلام؟ عند x بيساوي 0 يعني عند x تايم نيشر تايم t بيساوي 0. طبعا هنا انا عندي سامبل طيب هنا عندي t يعني t يعني t يعني a الى ان اصل الى a في المقابل انا اصل لمين؟ ل t. فاذا القيمة دي بنقول القيمة دي اللي هي قيمة الانالوج سيجنال عند t بيساوي 0 صح كلام؟ صح كلام؟ يبقى دي بتساوي x زيرو مضروبه في انت تدخلها على بلس موديليتور بيعمل عمليه ضرب مش كده؟ مضروبه طبعا المفروض هنا اكتب لك الكلام ده. يبقى اذا هنا الاوتبوت بتاعي ده عباره عن الاكس ستار اوف تي اللي هي عباره عن الاكس اوف تي في البي اوف تي. طبعا هنا في عمليه ضرب صح الكلام ده يا بيبي؟ البي اوف تي البي اوف تي في اللحظات دي كانت بتساوي سيجما تي اللي هي اليونت امبارس عند التايم بيساوي صفر اللي هي دي اللي احنا شرحناها دلوقتي قلنا اللي هي اسمها ايه؟ سيجما تي صح كلام؟ يبقى دي سيجما تي بلس الاكس عند التايم تي عند السامبلنج بيريود تي مضروب كام بقى يا حبايبي؟ يلا محمود يا محمد مضروب كام؟ ناقص تي انا هذا صراحه سيجما تي ناقص تي لان هنضرب السيجما اللي بعدها اللي هي عند التاي عند الانتربل تي اللي هي دي دي عند الزيرو يبقى عند دي تي ودي عند 2 تي ودي هكذا. يبقى اذا هتنضرب يبقى السيجما القراءه اللي بعد كده بالصمله بعد كده هيفتح ولا هيفضل مقفول؟ هيفضل مقفول يبقى هيطلع كل الدايره لكن هيفتح اللحظه اللي هو بيفتح فيها ده كان في فراغ الحته دي رجع قفل يبقى هضرب السيجنالز بتاعتي عند مين؟ عند التي في السيجنالز اللي هي عند التي اللي هنا بقت ليدنج ولا تريلينج متقدمه ولا متاخره؟ ظهرت متاخره ولا متقدمه؟ متاخره بمقدار كام؟ تي اصبحت سيجما تي ناقص تي كابتل. هسألنا التي كابتل دي هي السامبلينج بيريود. اللي هي اللي هيفتح فيها وايه؟ اللي هي عشان كده نكتب هنا كده تي. بص حبايبي يبقى هيضرب في اللحظه دي يبقى اذا اكس اوف تي ها من يماليني سيجما ها تي ماينس تي كابيتال التي دي طب التي دي اللي هي التايم السكيل تايم العادي الانالوج تايم العادي اللي احنا مش يعني ان المفترض ان الزمن لا يتوقف الزمن ايه يا جماعه؟ مش بيتوقف لكن انا بقرا عند قيم او عند فترات معينه في هذا الزمن تمام بلس ها اكس ها ها رد عليا ها ها الى نقط 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 ها اكس بي تي في سيجما ها تي ماينس كي تي صح الكلام؟ عظيم جدا. دي المرحله الاولانيه دي عشان دي احنا شغالين في الكنترول دايما جزء من شغلنا في التايم دومين وجزء من شغلنا في الاس دومين. انا ما زلت ما اتكلمش عن ديجيتال كنترول لان انا مش هشتغل لا في التايم دومين ولا في الزد دومين ولا في الاس دومين. هشتغل في انا دومين في الزد دومين. طبعا الباشمهندس كامل بدا يحدد معاكم مواعيد ولا لسه؟ طبعا عظيم جدا معايا عشان يشرح يفكركم بالزد ترانسفورم. فعندنا
فاصبحت ان دي سامبلنج سيجنالز بس في تايم دومين. طب انا عايزها في الاس دومين. في الاس دومين معناها ان انا هجيب لابلاس ترانسفورم للكلام ده. يبقى لابلاس ترانسفورم للكلام ده اكس ستار اس اللي هو طالب مني هنا ترانسفير فانكشن. انا عارف كلكم عارفين طبعا ان ترانسفير فانكشن هي لابلاس الابوت على لابلاس. اذا لازم تكون السيجنالز ديفايند ان اس دومين معايا. يبقى اذا هجيب لابلاس ترانسفورم للكلام ده. لابلاس ترانسفورم للكلام ده بكام يا دكتور؟ دي بيسموها الديلي ثيوري. هي السيجما تي اللابلاس بتاعها بواحد بس لما يحصل لها ديلي يبقى انا بدخل معاها الديلي ثيوري في الموضوع. يعني هي هنا مثلا لما نيجي نقول لابلاس ترانسفورم للفانكشنز دي ديت الانتجريشن بتاعها واحد. الانفرس لابلاس بتاعي في اللابلاس بتاعي قصدي هيبقى بيساوي واحد في اكس نوت. اكس نوت ديت ليه ما اقولش اكس نوت في اس؟ لانها دي قيمه كونستنت فاليو. كونستنت ايه؟ فاليو. ملهاش ترانسفورميشن مش في التايم دومين عشان اقول هتبقى كذا بالنسبه للاس. تمام. يعني في اللحظه دي كان ب 5 فولت از كونستنت فاليو. اللابلاس بتاعها بكام؟ ب 5 فولت. طب قصدي يا شباب يبقى هنا هيبقى اكس نوت مضروبه في واحد. لا لا ايه هي لابلاس اليونت امبالس. لابلاس دي يا جماعه اليونت امبالس بلس اكس اوف تي دي برضه كونستنت فاليو ملهاش ترانسفورميشن لانها كونستنت فاليو. بس المره دي بقى هنا السيجما اوف تي ما اقولش ان هي بواحد. ليه؟ لانها ديليد باي تي لا ديلي سيوري اس ماينس تي اس ديلي سيوري. طيب انا كلام ده يا جماعه اظن ان الكلام ده كنت شايفين فيه في السكشن في المرات اللي فاتت مع الدكتوره وسام فما نحلاش ننساها معايا. يبقى عندي في الدليل السوري اي اس ماينس تي اس. ليه جاب منين بقى دي؟ جاب بسبب الدليل ده. طب اللي بعدها هيبقى اي اس ماينس 2 تي اس. طب واللي بعدها اي اس ماينس تي تي اس. طب من قصدي يا شباب ده اللي هو الشيفت او الدليل شفت 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 السيرة السالب معايا. يبقى اذا هنا بس انا بنوقف اتاكد انا بالسالب. انت فاكر ليه بالسالب؟ بالسالب. يبقى اذا هنا بلس اكس 2 تي اي اس ماينس 2 تي اس الى طبعا هتمشي بهذا التسلسل الى ان نصل الى اخر قيمه عندنا اكس تي تي كام يا حبايبي؟ سبت اي اس ماينس تي تي ايه يا جماعه؟ اس. يبقى الاكسبريشن بتاع السامبلد سيجنالز بالك انا بتكلم دلوقتي على السامبل لسه ما دخلتش على الهورنر. يبقى الاكسبريشن بتاع ده اقدر اقول ان هي بتساوي سمشن اوف كي بتساوي زيرو أو from zero to k to zero ل k ل x t e اس minus t k t s. يعني t بيساوي zero k بيساوي zero أنا آسف. هيبقى الترم ده x نوت ايه كي هنا بيساوي زيرو اي اس زيرو. اي اس زيرو كام؟ واحد. خلينا نقصد يا شباب الكي بيساوي 1 هتبقى كي اكس تي كي ب 1 اللي هي اي اس ماينس ده ب 1 تي اس سبشن تيرم بلس الكي بيساوي 2 هيبقى اكس 2 تي سبشن تيرم ناقص 2 اللي هي كي تي اس. فمن قصدي يا شباب يبقى اذا البولر اكسبريشن الاكسبريشن ده ممكن اصيغه رياضيا في الفورمه دي سمشن تيرم يعني مجموعه من الترمات من مجموعه الترمات دي عددها كام؟ عددها كي. القيمه المتغيره لكي من صفر لكام؟ لكي. من صفر لكام يا جماعه؟ لكي. خلاص يا شباب؟ وعليه ممكن تسميها اي بيساوي زيرو مفيش مشكله عشان ما حدش يتلخبط. تجيب اي بتساوي كام يا جماعه؟ كي. معايا؟
يبقى اذا الاي بيساوي 0 هيبقى عندنا اكس نوت الاي بيساوي اكس تي اي اس ماينس تي اس اند سو اون. وصل يا شباب ولا مش وصل؟ عظيم جدا. يبقى ليك المعادله رقم 1 كده. انا بعمل موديلنج للبوردر للقصد الاستامبلر اللي انا كنت شرحته في المحاضره في بدايه السيشن بتاع المحاضره في المره. طيب يا دكتور بس هنا الهولدر مطبوع عن او استامبلر مطبوع عن بهولدر. يعني انا قلنا ما ينفعش ان انا اخد كلام بقى الفيزيكس اللي انا كنت بقوله في بدايه المحاضره. ما ينفعش يا عبد الرحمن ان انا اخد السيجنالز دي وادخلها مباشره على الاكشوترز بتاعتي عشان الهاي فريكوانسي كومبوننت ما تبقاش مضره للايه للسيستم بتاعي. فانا محتاج ان انا ايه اهولد الفاليو ده فتره الزمنيه بتاعت فيها السويتش بتاعي اوف. مش احنا كنا بنقول الكلام ده؟ يبقى انا محتاج اللي احنا كنا بنسميه هنا في النهايه كان المكثف اللي هنا كانت الايه يا جماعه المكثف مع البفر امبليفاير اللي احنا بنسميه هنا بنسميه زيرو اوردر فول. اللي هي هتطلع من هنا كوانتايزد سيجنال. كوانتايزد سيجنال زي ايه؟ ليه شكلها كده حبايبي؟ المفروض ان هي دي السيجنالز الاصليه اللي احنا حولناها لكده. صح كلام حبايبي؟ يبقى المفروض ان السيجنال دي تفضل هولدد مرحلة زمنية معينة اللي هي فترة التي، ثم بعد ذلك تنزل القيمة الجديدة، ثم مع ذلك مع هاي ستيتز بالشكل ده، شايفين يا حبايبي؟ فاهمين قصدي؟ في الحالة دي ما بقولش إن السيجنالز دي أنالوج سيجنالز. لأنها بقت سامبلد. ديفايند عند إيه؟ عند انستنس محددة. معايا؟ فبنسميها quantized. بنسميها يا جماعه quantized signal. quantized signals. يبقى انا عندي analog signal, sample signal, quantized signal. طيب حبيبي quantized signals دي الماثيماتيكال موديل بتاعها ازاي؟ اقول لك دلوقتي احنا ازاي نحصل اصلا رياضيا على quantized signals. بص زي دي معروفه عند الكي تي مثلا و 2 كي زائد 1 تي. شايف البولس بتاعتي؟ اللي هي السجن اي واحده عندهم بس انا واخدها ان جنرال مش واخدها عند الانيشال عشان ما حدش يقول اشمعنى يعني الانيشال كله بره. سبوز ان انا عندي سجن السجنز دي تكافئ كهربيا او رياضيا تكافئ عشان اوصل للسيجنالز دي هي عباره عن يونت ستيب سيجنالز بدأ من هنا صح الكلام؟ مطروح منها يونت ستيب سيجنالز بدأ من هنا صح الكلام؟ يعني انت هنا لو انت جيت عند السيجنالز دي وطلعتهم من بعض هيطلع دي صح الكلام ولا غلطان؟ طيب اليونت ستيب دي بكام؟ فالنسجن دي جت متاخره بمقدار كام؟ تي. فبنقول ان دي يونت ستيب لو انا عملتها كده غلط. يونت ستيب عشان تبدا تبقى تبدا منين؟ من الزيرو بس جت متاخره بمقدار كام؟ تي. يبقى يو برافو وصلت للي انا عايز اقوله. بقول ان دي عباره عن يو اوف تي ماينس تي كابيتال. صح الكلام؟ ليه يا عبد الرحمن ليه يا هاب؟ عشان هي جت متاخره بفتره زمنيه قدرها مقدار السامبلنج ريت. طب دي مالهاش دعوه بقى بالنيجتيف ولا بالبوزيتيف دلوقتي، انا بتكلم على السيجنالز دي بالنيجتيف اهي. خلاص؟ السناب الابريد بتاعها بالنيجتيف. يو اوف تي لو احنا قلنا ان دي وليكن كي تي يعني دي جت بعد فتره زمنيه بقى اقول دي يو اوف تي ماينس 2 تي على اساس ان هي جت بعد ايه؟ بعد 2 تي بدات تشتغل صح الكلام؟ اما اطرح الاثنين من بعض هيديني الامبالس بتاعتي صح الكلام؟ رياضيا فكري معايا؟ يبقى اذا لو انا بتكلم على كوانتايزد سيجنال
سيبك بقى من احنا وصلنا ده. احنا عملنا رقم واحد دي استنبل السيجنال دي الفورم بتاعها. لا الفورم ايه؟ بتاعها. الكوانتايز السيجنال هتساوي قيمه السيجنالز بتاعتي. صح استنى الانيشال فاليو. انا بتكلم على الاولانيه دي. المفروض هتتضرب في ستيب فانكشن ديليت اور نوت. نوت ديليت صح؟ ليه؟ انها بدا من الانيشال. مطروحه منها واحده ديليت بمقدار كام؟ تي واحده مش كده؟ يبقى اقول الكلام ده بيساوي الاكس نوت مضروبه في يو اوف تي. انا بتكلم على الانيشال واحد تبقى المفروض ستيب فانكشن كده ناقص ستيب فانكشن دي كده صح الكلام؟ ده هي اسمها يو اوف تي صح الكلام؟ ودي كانت التخرج من دار كام؟ تي. يبقى دي اسمها يو اوف تي ماينس تي بس الاشاره ايه؟ سالب. لو جمعتهم على بعض الجزء ده هيضيع الجزء ده بيتفضل مين؟ واصله كده ولا مش واصله؟ كنت على حبايبي؟ واصله عظيم جدا. يبقى السيجنالز بتاعتي الكوانتايزد سيجنال هتساوي قيمه الانيشال مضروبه في ستيب فانكشن يو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس تي كابيتال اللي هي الاستاملينج فاليو بتاعتي. حد مش فاهم الحته دي شو؟ طب ليه هنا انت ما عملتش كده؟ لان انا كنت بتكلم على سامبل ولا كوانتايزد؟ سامبل. يبقى انا بتدرب في ايه؟ في يونت امبالس مش يونت ستاب. صح الكلام؟ واصله؟ واصله؟ عظيم جدا. بلس كملي. يبقى عندنا هنا ايه؟ اكس تي بس اكس تي يبقى هي تبدا هنا عند تي والتاني عند كام؟ صح الكلام؟ يبقى هضرب يا اهاب بقى يبقى كيس اكس تي هنضرب في ايه يا احمد؟ مضروبه في ها؟ يو تي سمول ماينس تي كابيتال في تي ناقص من تي تي ولا ناقص؟ ناقص يو تي ناقص ناقص يو اوف تي ماينس من تي. اشكرك يا احمد. عن سؤال جيت كمل 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 لغايه بقى هناك بقى اقول ايه؟ اكس كي اوف تي مضروبه في يو تي ماينس يو تي ماينس كي تي لغايه ماينس يو كي بلس 1 تي واقفل القوس بتاعك. هنقول كده انا كده اقدر اكمل لغايه هنا هنقول اكس كي تي يبقى مضروبه في يو تي ماينس كي تي ماينس يو تي ماينس كي بلس 1 تي. انا ده شباب كملنا المساله دي في الاخر خالص. طيب ده كان اكس اوف تي. صح الكلام؟ طيب اما اجي اجيب اللابلاس هنا على عكس اليونت ستيب اليونت ستيب على عكس اليونت امبالس. اليونت امبالس كان اللابلاس بتاعها بواحد. اليونت ستيب اللابلاس بتاعها بكام؟ واحد على اس. احسنت يا محمد. واحد على اس. ساعتها هقول ده كريستال فاليو ملهاش ترانسفورميشن مضروبه في واحد على اس ماينس ماينس كام يا جاني؟ هنا ده ديلي عامل لها ايه؟ ديلي يبقى واحد على اس ما ينفعش يبقى اس دي اس ماينس تي اس اس ماينس تي اس بلس اكس اوف تي مضروبه في يو اوف تي لسه قايلين لنا بكام؟ بإي اس ماينس تي اس على على سوبر جرام لسه قايلين لنا بتساوي إي اس ماينس ها تي اس على اس ماينس ها. يلا يا احمد هيبقى إي اس ماينس كام بقى المره دي؟ 2 تي اس على اس وهكذا
الى ان اصل الى اكس في تي تبقى مضروبه في اي ماينس اي تي اس على اس ماينس اي اس ماينس كي زائد واحد تي اس على اس. صح كلام احمد؟ صح كلام احمد؟ صح كلام؟ عظيم جدا. طيب بعدين ولا قبلين تعال كده ناخد طبعا واحد المقام ده ممكن استاذن حضرتك عشان يبقى شكل وحش كده قول ان ده بيساوي واحد ماينس على اس ضرب حاجة ده واحد على اس ماينس اي اس ماينس اي على اس يبقى خلي الاس مشترك يبقى واحد ماينس اي اس ماينس اي على اس. لو خدنا ده مشترك لو خدناه مشترك هيبقى ده عباره عن اكس نوت. صح كلام؟ طيب هنا لو خدنا لو واحد المقام هيبقى بالشكل ده. صح كلام؟ هيبقى فوق هنا اي اس ماينس اي اس ماينس اي اس ماينس 2 تي اس. صح كلام حبيبي؟ شو ده المقام كده الكاس ده؟ طب لو احنا خدنا نفس الكلام ده لو خدنا من ده اهو واحد ماينس اي اس ماينس تي اس على اس لو خدنا من ده مشترك اي اس ماينس تي اس خدناه مشترك يبقى هنا واحد مش كده؟ ماينس اي اس ماينس تي اس. صح كلام؟ صح كلام حبيبي؟ لو خدنا من ده لان ايه؟ الاسس بتجمعها على ايه؟ على بعض. لو خدت اي اس ماينس تي اس بره هيبقى هنا واحد ماينس اي اس ماينس تي. يبقى اذا لو انا خدت الكلام ده ده هو ده صح كلام ولا حاجه مختلف معايا؟ يبقى انا لو خدت الترم ده بره مشترك هيفضل هنا ايه؟ اي اس ماينس تي اس. يبقى اذا عباره عن بلس اكس تي اي اس ماينس تي اس بلس اكس 2 تي. لو المفترض هناك خدنا برضه نفس الترم ده بره هيفضل هنا ده اي اس ماينس تي اس هيفضل ايه؟ اي اس ماينس 2 تي اس وهكذا كده بنوصل عند اكس بي تي يبقى اي اس ماينس اي تي ايه يا جماعه؟ صح كلام يا حبيبي؟ صح كلام يا جليل؟ عظيم. من لحظاتكم ان لسه بنقول ان الترم ده اهو اهو بتاع مين؟ بتاع السامبلينج سيجنال مش كده؟ بس دي ايه؟ يبقى اذا دي السامبلينج مضروبه في الترانسفير فانكشن دي يبقى الترانسفير فانكشن دي بتاعت مين؟ مش احنا قلنا ان دي اكس ستار اوف اس؟ صح الكلام؟ مش ده اللي داخل بتاعها؟ يبقى اما جيت ابص على الخارج ده اللي هي كوانتايزد سيجنالز بتاعتي هي عباره عن حصر ضرب الانبوت سيجنالز في الترانسفير فانكشن زي الاوردر 1. صح الكلام ولا غلط يا جماعه؟ طيب الجزء ده مش هو ده؟ ايوه احنا شرحناه هنا اللي هو هيبقى بيساوي واحد ماينس اي اس ماينس تي اس على اس. حد معترض حبايبي؟ وقلنا ان الجزء ده عباره عن السمشن من كي بتساوي صفر او من اي بتساوي صفر لاي بتساوي كام؟ رد عليا كي لمين؟ لاكس هو اف تي اي تي مضروبه في كام يا حبايبي؟ اي اس ماينس اي تي اس. صح الكلام؟ اللي هو الجزء ده اللي هو كان الجزء ده اللي احنا صرناه بالايه؟ من واحد بالشكل ده. صح الكلام؟ يبقى لو هنا لو قصينا الاوتبوت ده اللي هو مصروح بده وانا عارف ان الترانسفير فانكشن ان انا دخلت الانبوت اللي هي دي طلعت منها دي يبقى اذا الجزء ده يخص الزيرو اوردر وورد. صح الكلام يا جماعه؟ يبقى اذا لما كان بيسالني بيقول لي وبتنزل ترانسفير فانكشن وزيرو اوردر هون يبقى اقدر اقول كده وبمنتهى الاريحيه ان ده الزيرو اوردر هون ترانسفير. صح
صح كلام؟ صح كلام يا رجال؟ يبقى انا كده عملت معاك حاجتين. الجزء الاولاني اتكلمنا فيه عن الفيزيكال مينينج، عمليه الاستامبلينج وعمليه الهولدينج وهاو ازاي العمليه دي بتتم. بعد كده اتكلمت عن مفهوم الكنترول. الكلام ده اما يجي بلوك دايجرام، عندي سيستم كده مديني سيستم في هيئه بلوك دايجرام وراح جاي لقيته حاطط لي سامبلر معايا، يبقى انا على طول مش محتاج ان انا اقول لك ان السيستم ده ديجيتال سيجنال، ديجيتال كنترول سيستم، مش محتاج. انا بحط لك السامبلر مع الانالوج سيستم، يبقى انا مش لازم اقول لك ذا جيفن بلوك دايجرام فور ديجيتال كنترول سيستم، مش هقول لك. طب لما تلاقي السامبلر دي تعمل ايه؟ تعرف ان الترانسيفر فانكشن دي لازم تنضرب في كام؟ واحد ناقص اي اس ماينس تي اس على اس. ليه يا دكتور؟ هو ما كانش فيه بلوك ده بلوك اسمه كده، مش هو حاطط لك سامبلر؟ يبقى السامبلر لازم يكون مطبوع عند بهولدر، لان انا لسه قايل الكلام ده. قلت لما يبقى عندي سامبلر لازم يبقى مطبوع بهولدر عشان اقلل الهاي فريكوانسي كومبوننت. يبقى اذا انا عندي سامبلر وعندي هولدر، يبقى لازم الترانسفير فانكشن بتاع السيستم بتاعي كله انضرب في واحد ماينس اي اس ماينس تي اس على اس. دي اول ملحوظه اقولها لك في الديجيتال كنترول سيجنالز، الديجيتال كنترول سيستم. يبقى خد بالك منها، مش هعودها تاني، ما تجيش في الامتحان تغلطها. انك لو غلطت يبقى انت ما عندكش الكونسبت المبدئي اللي احنا ضيعنا فيه محاضرتين حتى هذه اللحظه، مش موجود. طب انا هعمل ايه؟ قالت خلاص بقى كل واحد ايه في وقت التقييم يقيم على ما هو يعني محصل صح يعرفه. يبقى اذا هنا اول ملاحظه اما يجي لي بلوك دايجرام كده يبقى في سامبلر هنا بشكل اخر كده، كمل بقى بلوك دايجرام انت عارف الكومبوننت الثاني. خلاص انا مش محتاج اقول لك هو مديك هنا ترانسفير فانكشنز ومديك، مش هقول لك بقى كومبوننتس بقى، انا هديك ترانسفير فانكشن وحاجات زي كده. بقول لك اعمل بقى ديزاين للسيستم ده، تقوم انت واخد الترانسفير فانكشن ولا اكنك شايف سامبلر، يبقى لسه انت شغال في الانالوج كنترول اوف دايناميك سيستم. اول ما تلاقي السامبلر ده تعرف، ومش لازم اكتب لك بعديه هولدر، مش لازم اكتب لك بعديه ايه زيرو اوردر هولدر او هولدر، يعني لانك انت عارف باي ديفولت ان السامبلر لازم يكون مطبوع عن بهولدر عشان اقلل الهاي فريكوانسي كومبوننت. وعليه على طول هقوم كل اللي انا هعمله وانا بجيب الفورورد جيم باس اللي هو حاصل ضرب ترانسفير فانكشن دي في دي، يبقى لازم اطبق في مين يا جماعه؟ واحد ماينس اس ماينس تي اس على اس. ليه؟ ما هي دي الترانسفير فانكشن بتاع الزيرو اوردر برضه مع السامبلر يا ابراهيم. وصله ولا مش وصله؟ وصله. دي اول ملاحظه لازم تقول لك كده. يبقى احنا بفضل الله لسه في تكمله كده، اللي احنا بفضل الله قدرنا نفهم او حاولت قدر استطاعتي ان انا ابسط لك مفهوم الديجيتال كنترول از كومبوننت مستقله لغايه دلوقتي. اتكلمت على الديجيتال سيجنالز لوحدها، اتكلمت على ازاي احصل من الديجيتال سيجنال من الانالوج سيجنالز على ديجيتال سيجنالز فيزيكالي بشويه كومبوننتس مسفات مع امبليفاير بافر امبليفاير مع مكثف معايا. كل الكلام ده حاولنا نوصل له. بعد كده موديلنج عشان ناخدها مدخل الكنترول بعد كده او ريجستر كنترول اوف دايناميك سيستم، يبقى عارف انا هعمل ايه اما الاقي حاجه زي كده. كده يبقى انا شكليا غطيت معظم الافكار المتزاحمه في ذهني لحضرتك دلوقتي في هذا الجزء. عندك سؤال يا هاب؟ لا تمام. السؤال بقى الثاني، طيب انا لو انت الكود سيجنالز اللي انت بتتكلم يمكن ايهاب اللي جاي يسالها لي في البريك او ربما مش ايهاب حد منهم يعني من ابنائنا، طب دي هتتعرف الكنترول ازاي؟ يعني دلوقتي قيمتها كام؟ انا اعرف قيمتها ازاي؟ يعني انا بالفرض ان حضرتك راح تديني كود سيجنالز اللي احنا طلعناها من شويه اللي كان 01011 اعتقد، مش كده؟ اعتقد 01011. طب دي قلت لي ان هي كده 3.44 صح الكلام؟ طب لو انا اديتك الكود ده مين اللي يقول ان هي 3.44؟ مش كده؟ طيب سالتوني السؤال ده كان اهم؟ كان اهم. يبقى انا محتاج
يبقى انا محتاج مش انا اللي بدي ديجيتال بقى محتاج ايه يا جماعه ديجيتال ها تو انا محتاج ايه يا حبايبي ديجيتال تو انا طبعا هنا يا جماعه احنا بنتكلم في انا في ديجيتال انا شرحت السكسس ابروكسيميشن ميثود ما شرحتش الكنترول تايم ميثود بعد ما نخلص بس الليله كلها هديك يعني ملاحظه او شكل البلوك ديجرام بتاع الكوانتر تايب عشان يبقى احنا لمينا الموضوع كله وقفلنا الشابتر ده كله ان شاء الله ربنا لسه وقتها بعد ما نكمل الجزء ده. دلوقتي يا دكتور انت حضرتك اديتني كود او بمعنى ادق المايكروبروسيسور بتاعي طلع كوماند او كنترول سيجنال كودد. لو انت تفتكر لما كنت برسم الكلام ده كنت بقول كنترول يانس اللي احنا شرحناها او الكنترول اللي احنا شرحناها دي ست كنترول في المحاضره اللي فاتت. كنا قلنا ايه يا جماعه؟ كنا قلنا عندنا هنا مايكرو بروسيسور او كلام حبيبي كنا الداتا اللي داخله لنا انالوج سيجنالز اللي هي الايرور سيجنالز صح كلام؟ قلنا الكلام ده ما يلزمنيش ما ينفعنيش. ليه يا عم ما يلزمكش وما ينفعكش؟ قلت لي لان انا محتاج ان انا ادخل للمايكرو بروسيسور كود يعني 0-1 مش سيجنال انالوج مش كده برضه يا حبيبي؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ يبقى اذا هنا محتاج سامبلنج اند هولد فين بقى؟ طبعا السامبلنج اند هولد لازم يكون متبوعا بكودنج. يبقى انا بتكلم على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر عشان هي هتاخد هنا طبعا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر جواه حاجتين ومرحله سامبلنج اند هولد عشان يعمل عمليه السامبلنج ويعمل عمليه الايه؟ كوانتايزيشن اللي هي الرسمه اللي احنا لسه ماسكينها شويه واحنا بنتكلم رياضيا يعني. لكن انا ما عملتهاش ليه سامبل اند هولد بعد كده؟ لان انا هيبقى في عندي بلوك خاص بالكودنج اللي هو سكسس ابروكسيميشن تايب. لكن كلهم لما جيت في بعض يعملوا لي ايه يا جماعه؟ انا اللي في الديجيتال كود. يبقى اذا هنا ده انا بسيبه طلع هنا كود سيجنالز زي الكود اللي انا عملناها كان بالشكل ده صح كلام حبايبي؟ كده اصبح المايكرو بروسيسور عارف او هيعمل ران مش احنا لسه كنا قايلين ان هي اكيورتي اكيورس الاكيورس بتاعها عاليه اكيورت سيستم ليه اكتب السيستم قلنا اصل انا عندي الارثمتيك لوجيك كويس بتاعتي هتعمل عمليه الاند والاور والجمع والطرح والضرب على كود السيجنالز. طب انا هجمع ليه وهطرح ليه وهضرب ليه؟ وفقا للكنترول الجزم اللي حضرتك هتكتبه. وفقا للكنترول الجزم اللي انت ايه هتكتبه سواء كتبته بالاستشار سواء كتبته بالاسمبلي في كنترول الجزم ولا لا؟ في كنترول الجزم. في بروسيسنج ولا لا؟ في بروسيسنج هتتم على كود الجزم. المفروض ان المايكرو بروسيسور ده هيطلع لي كنترول سيجنال بس مش هيطلعها لي بصوره انالوج. مش هيطلعها لي بصوره ايه يا جماعه؟ انالوج. هيطلعها لي بصوره ايه يا جماعه؟ كودد صح الكلام؟ هنا بقى السؤال اللي كان جاي بيقول لي طب مين بقى اللي هيعرف الاكشويتر بقى ان الواحد واحد صفر واحد واحد دي معناها فولت وكذا وكذا؟ اقول لك انا مش هعرفه كده. انا عايز احول الكود سيجنال لانالوج سيجنال تشغل الموتور ملوش شان بالليله دي كلها. الموتور بيشتغل بالفولتات والفولتات دي المفروض تكون كونتينوس مش كده؟ يبقى انا محتاج هنا ديفايس يحول لي الديجيتال كود الى انالوج سيجنالز. بس خد بالك بقى الانالوج سيجنالز اللي خارجه من دي مش كوانتايز سيجنالز خارج الديجيتال اديته ايه؟ مدخل لي كود يعني المفروض كود هي ناقصه كلمه قيمه واحده ولا قيم؟ قيمه واحده اللي هي قيمه كده 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 فمين قصدي يا شباب ولا انا غلطان؟ كود على حبايبي قيمه واحده ولا قيم؟ قيمه واحده للكود اللي ايه؟ اللي حضرتك بتدخله. يبقى المفروض ان انا اتبع الكلام ده بهولدر لان اللي هيخش لي هنا او اللي هيطلع لي هنا سامبل سيجنال. فاهم قصدي؟
عايز انا اهولد سامبلنج سيجنالز دي عشان تبقى كوانتايزد سيجنال اللي هي تصنف ضمن الكونتينوس تايم سيجنالز. فاكرين الكاتيجوري بتاعت اللي انا كنت عاملها بالمحاضره اللي فاتت؟ كان عندي تو كاتيجوري ديسكريت تايم سيجنالز وكونتينوس تايم سيجنالز، من ضمنها كان الكاتيجوري ده كان من ضمنها الكوانتايزد سيجنال. يبقى الهولدر ده هو اللي هيحول لي السيجنالز بتاعتي للشكل اللي هي كانت بالشكل ده، مش كده؟ بدها تبقى هولد للفتره دي كده، تبقى هولد في الفتره دي كده، هتبقى دي هولد للفتره دي، دي هتبقى هولد في الفتره دي كده. فاهمين قصدي يا شباب؟ معايا؟ دي كونتينوس تايم سيجنالز، يعني ممكن بشغل بيها الاكشويترز بتاعتي المواتير بتاعتي، صح الكلام؟ لكن مش انالوج سيجنالز بالمفهومه، لكن كونتينوس تايم سيجنال من النوع كونتايزد. يبقى زي ما انت شايف داخل عندي في السيستم بتاعي ده كنترولر بتاعي، ولا احنا بنسميه ديجيتال كنترول. دي اللي بلاد اسمها ديجيتال كنترولر. يبقى الديجيتال كنترول مش معناه ان انا بتعامل مع كود سيجنال بس، ده انا بتعامل مع انالوج سيجنالز وكود سيجنالز وسامبل سيجنالز وكونتايزد سيجنالز. الاربع سيجنالز اللي احنا اتكلمنا عنهم يا جماعه موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. انا بقى دلوقتي عايز اتكلم على ده، عايز اتكلم على مين يا حبيبي؟ ديجيتال تو انالوج كونفرتر. سؤال حضرتك لي كنت بتقول لي وانا بتكلم في الانالوج ديجيتال كونفرتر، انا هعمل سيت للموست سيجنيفيكانت بت وهتقول لي ان هي بتساوي نص الايه؟ القيمه. واي مش كده برضه؟ نص الايه؟ القيمه ليه ما كانتش القيمه اعلى من كده؟ صح الكلام ولا غلطان؟ دلوقتي هنتكلم عن انا لسه ما اتكلمتش على فكره كمان على البراكتيكال ايشوز. لو تلاحظوا ان انا في البوست اللي انا نزلته لكم كنت انا بقول لك عايزين نتكلم عن البراكتيكال ايشو بس لما اخلص الاول اللي.